السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا قناتي وقناتكم قناة بوجينية زينة. مرحبا بكم. أنا اليوم غندير معكم واحد التحلية، غنصاوب واحد التحلية صيفية زوينة بالفواكه صحية وكتقوي المناعة. بسم الله على بركة الله. أنا عندي هنايا الروز بسماتي، عندي هنايا الروز بسماتي كاس ديال الحليب. انا ما غاديش ندير الماء، غادي ندير غير الحليب بلاص الماء. واللي ما بغاش يدير الحليب ما كيشربش الحليب يدير الماء حتى هو راه مزيان. بسم الله. هو هذا يا صوت. بسم الله. ضروري ما يكون الروز راه فيه نوكيت، ضروري ما يكون روز بسماتي. علاش؟ حيت الشاد غير كيطيب وكيجي مفرتت، يعني ما كيجيش ملصق على بعضياته، يجي فارق بحال الشكل ديال السفة، كيجي لذيذ. عرفتي هاد التحلية والله إلا غانا زوينة ولذيذة وعزيزة على الدراري الصغار، تيطير على الدراري الصغار. دابا غير غادي تبقى طيب، غير تتشرب الحليب. ملي تشرب الحليب وتفكع بحال هكا الروز صافي نطفو عليه، وغادي نلوح فيها صيه ديال السكر. غادي نلوح صيه ديال السكر. انا اصلا ما ناكلش السكر، ولكن ضروري خصني ندير تاع صيه ديال السكر باش تجي زوينه ما تجيش مسوسه. وغادي نزيد فيها قريصه ديال الملحه، ماشي بزاف، غير قريصه، حيت هي اصلا كتجي حلوه كتجيش مالحه. غادي نغطيها وغادا نرجع معاكم ان شاء الله ملي غطيب وتبرد غنرجع معاكم. بسم الله على بركة الله. غادي يبرد شوية هكايا، هو جا بحال السفة، بحال الشكل ديال السفة، غير الروز والحليب فقط، مكاينش الماء، وروز بسماتي ماشي الصفر. هذاك الصفر كيجي شوية غليظ وكيجي مفرعن شوية، مكيجيش زوين. هذا كيجي زوين، هذا فاش ما درتوه كيجي زوين، يا السفة يا في السفة يا في الكبسة يا في السلاطة، فاش ما درتوه كيجي مزيان. بسم الله. أنا دوكا غادي خلطوا معاه هاد الفواكه، اي فواكه كانوا عندكم في البيت، اي فواكه. انا عندي هنايا القرموص الكحل، ها هو، وعندي هنايا البرقوق، عندي هنايا الخوخ والبنان. اي حاجه كانت عندكم قديو بيها، الا كان الا كانت لافوكا حتى هي مزيانه، كيوي، اي حاجه، اي فواكه عندكم في البيت استعملوها. هذه السلطه اليفروي راها مزيانه وصحيه، كتقوي المناعة وكتمشي مع هاد الحرارة،
ما عندنا الحراره في مراكش، مراكش البيت متشوهو اللي خطفنا الكليما ما قدروش نعيشو في مراكش، هي الحراره بزاف. تجينا معجنه ولا والو، تجي فاكه الحبه مهزوله على خطسه كما كتشوفي. سي غادي نجيب هاد الكويسات هادو غادي نعمرهم. مزيانة مولينا الريجيم فيها لا دهون لا والو. كتجي زوينه، كتجي في واحد اللذه ديال البنان و الخوخ والقاموس والحليب والروز، مغذيه ومنعشه في نفس الوقت. عاد حنا غنديروها في الثلاجه ان شاء الله تبرد لينا عاد نبداو ناكلوها مزيانه في رمضان الفطور اللي كيكون صايم مزيانه، ما ثقيله ما والو، خفيفه ومساعده حتى على الهضم، طريقة تهضم روز خفيف. فواكه حتى هما مزيانين، الا كانوا عندنا الفواكه في الدار ما كنزعموش عليهم ناكلوهم الا ما درنا لهم هاد الطريقه هذه. هاني دافية كاس ديال الرز وجوج كيسان ديال الحليب، داروا لي ستة الكيسان، خرجوا لي ستة الكيسان يعني عائلة وفيها وكتزاد ما شاء الله. وغادي نزوقوهم هكا الديكور، عرومي من الديكور. اي فواكه كانوا عندكم في الدار خذوا بهم الغرض راه ماشي مشكل. ها هو الشكل النهائي، ها هو. ونتمنوا تنال الاعجاب ديالكم. انا دابا غندخلهم الثلاجه حتى يبردوا، تيبردوا ان شاء الله باش نفطروا بهم. وبالصحة والراحة، وإلى فيديو جديد إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعجبكم الفيديو دعمونا، جزاكم الله خير.